السلام عليكم. توني اشوف احد المكملات بري ورك اوت سي 4 كان صاير 475 ملي سعره، والله نسيت توه قالي سأل صاحبي عنه، دينار ونص او دينار 750 فلس. للأمانة المنتج فاشل بكل مقاييس بالنسبة للسعر، فاشل بالنسبة للسعر، والحين راح نقول ليش المنتج فاشل. المنتج أول شيء 475 ملي، يعني تقريبا نص لتر أنت بتشربها قبل التمرين تهرس بطنك. أنا موافق إني أشرب نص لتر بس على قيمة غذائية جدا عالية، لأن نص لتر الكافيين هو أهم إنجريدينت اي بري ورك اوت بالدنيا، وهو اكثر انجريدينت عليه دراسات تثبت فاعليته. كان بالكان هذا العلبه هذه 200 ملي جرام بس، 200 ملي جرام من اصل 475. بالنسبه لي هذا ولا شيء، يعني لو مو معطيني لو مو حاط كافيين وايد اشرف. يعني هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية، بقية العناصر والانجريدينتس الموجودة الفعالة مو حاطين النسب، يعني حاط لك بيتا الانين، حاط لك سترولين ماليت كذا كذا كذا، بس مو حاط شم. الشركات تلعب هذه اللعبة عشان يحط لك اياها اقل من الجرعة الفعالة. يعني انت تي تعطيني 1 جرام بيتا الانين وتتوقع اني انا راح استفيد منه شيء؟ ما راح استفيد منه شيء، لانه مش نسبة فعالة ابدا، هذه جدا قليلة، فهو مو حاط لك اياها عشان انت تشوف تقول اوه شوف شنو فيه انجريدينتس ناري بصراحة بيتا الانين كذا كذا، ومو حاط لك النسب. زين كم؟ اذا الكافيين 200 ملي جرام، على هذين شنو؟ يمكن ولا شيء حاط لك. بعد نقطة مهمة جدا، البيتا الانين اللي هو يعطيك هذا احساس الحكة، هذا احد العناصر اللي لازم يكون تراكمي عشان تستفيد منه، يعني لازم تاخذه بشكل يومي، بعدها يزيد عندك الكارنوسين، وبعدها تعمل بفرنج حق البي اتش في التمارين عالية الشدة اللي توصل الى مدة 120 ثانية وتبر، ما له شغل باقي المعلومات. فانت لازم تشرب كل يوم سي 4 عشان تستفيد من البيتا الانين. اذا انت تقول والله انا اشربها اذا انا تعبان، ما منه فايده. البيتا الانين اللي حاطينه داخل واهم العناصر الموجوده فيه ما منه فايده، انت لازم تشربها بشكل يومي، تمام. وبعد نقطه اللي هي انا عندي اياها، هذه النقطه الجوهريه بما يخص هذا المنتج، سعر المنتج انا ما اتذكر دينار ونص او دينار 750 الرقم اللي قال لي اياه، ولكن انا ابي افرض انه السعر دينار ونص، وانت قررت انك تشربها كل يوم عشان يكون تسوي بيلد اب حق كارنوسين ليفلز، يعني بتشربها 30 يوم بالشهر، راح تدفع 45 دينار شهريا فقط على منتج تافه مثل هذا. انا بالنسبه لي اروح اشتري بري ورك اوت عادي من المحل باودر، وانا اخلطه مع ماي وثلج وحركات، واحط له نكهات واسويه احلى شيء بالعالم، وبري ولا ادفع هذا السعر. بالاخير على الاقل الانجريدينتس مكتوبه، النسب مالتها مكتوب بيتا الانين كذا، سترولين كذا الى اخره. واضح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.